أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا مقام شيخ في المسجد من قديم الزمان، فقال بعض الناس نخدمه، والبعض الآخر قالوا اتركوه، فبماذا يثيرون علينا؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان القبر هو الأول والمسجد بني عليه فإن المسجد يهدم ويبقى القبر. أما إذا كان العكس، المسجد قديم والقبر دخل فيه بعد ذلك، فإنه ينبت القبر ويترك المسجد.